سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مرة أخرى. انتهت فعاليات كأس إفريقيا للأمم، كما انتهت بالأمس فعاليات كأس آسيا للأمم، كأس آسيا التي كانت نهاية عربية خالصة، فاز وانتصر المنتخب القطري، هنيئا لأشقائنا في قطر وحظ موفق مرة أخرى إن شاء الله في قادم المنافسات للمنتخب النشامى الذي صراحة كان يستحق أن يفوز بالكأس دون مجاملة، لكن أخطاء بسيطة، وهذه كرة القدم أخطاء بسيطة قد تفقد كل شيء. ولكن صراحة منتخب الأردن الذي يمثل المملكة الأردنية الهاشمية قد انتزع، ولا أقول أخذ، قد انتزع مجلسه أو مقعده مع الكبار في القارة الأسيوية عن جدارة واستحقاق. وبالأمس أيضا فاز منتخب الإيفواري بكأس إفريقيا للأمم عن جدارة واستحقاق. ناس جاءوا من بعيد بعدما هزموا ب4-0 أمام غينيا، وخرجوا من المنافسة إلى أن انتصر المنتخب المغربي على المنتخب الزامبي، ثم عادوا إلى المنافسة وفازوا بالكأس وكما أقول عن جدارة واستحقاق. هذه مشاهد جميلة عشناها. الأجمل وهو تلك لأن أن تفوز بكأس تضعها مع الكؤوس ويحسب لك عندك 4 عندك 10 عندك 7 كؤوس، هذه أشياء بالنسبة لي أنا هو فوز، ولكن الفوز الكبير هو أن تفوز بشعب وتفوز بقارة. رأيتم تعامل الشعب الأردني مع المدرب عموتة، وتعامل الشعب القطري مع المنتخب الأردني، والتحية التي قدمها الجمهور القطري لمنتخب النشامة، وهم كانوا متأكدين أنهم كانوا يستحقون الفوز بالكأس. ثم العناق الأخوي الذي خص به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد المدرب المغربي الخلوق الحسين عموتة، هذا هو الجميل. ثم يأتي المشهد الرائع الجميل والأجمل، هو احتفال الجمهور الإيفواري واحتفاؤه بالمغاربة وحمل العلم المغربي داخل الملعب من طرف اللاعب غراديل، هذا الفنان الذي في هذه السن لا زال هذا اللاعب الإيفواري يقدم الكثير للمنتخب وللكرة الإيفوارية. ثم صورة العلم المغربي في اللوحة الموجودة، اللوحتين الموجودتين في الملعب حسن وطار، هذا كله جميل، ولكن الشيء الذي ليس جميلا هو ما أقرأه وأسمعه عن الهوكيين. سبحان الله، سبحان الذي خلقهم، والله الذي لا إله إلا هو، والله إنكم تعجبونني أنا شخصيا، أنا تعجبني الحال، لأنني أنا دائما أريد أن أنقل للآخرين صورتكم الوسخة، وأنتم تساعدونني في نص، أنا ولست وحدي، تساعدوننا في أن ننقل للعالم صورتكم الوسخة ووساختكم وعفونتكم وحقارتكم ودناءتكم. العالم، أقول العالم، استكبر وأكبر وأحب ذلك المشهد، لأن في الأول والأخير كرة القدم هي مجرد كرة من الجلد منفوخة بالهواء، ولكن ما يحيط بكرة القدم من مظاهر الفرحة والابتهاج والتعارف والحب والمحبة هو الأهم، أهم من كرة القدم. ما يحيط بالكرة من مشاعر إنسانية، من فرح، مثلا الفرح الذي عاشه مثلا الشعب الموريتاني من قبل، ومن حقه أن يفرح حينما تأهل إلى الدور الثاني على حساب الجزائر، وحينما فرح المنتخب الأردني والشعب الأردني والقيادة السياسية في الأردن، أمراء الأردن وولي العهد وحتى ملك البلاد، الشعب الأردني والشعب الموريتاني من حقهم أن يفرح، شعوب من حقها أن تفرح، وأنت ترى الأردنيين في مدن
من شمال المملكة إلى جنوبها، من الرمتة إلى العقبة وفي عمان وفي كل مدن المملكة الأردنية الهاشمية، الناس فرحون هذا الفرح. وفي الكوت ديفوار كيف كان الناس سعداء وفرحون. في قطر حينما فاز المنتخب القطري للمرة الثانية بكأس آسيا، هذا الفرح الجميل الذي من حق الشعوب، وهذا الفرح لا تنفيه ولا تحرم أي ديانة سماوية ولا بشرية. الفرح والسرور من حق البشر، ولكن هناك بعض البشر الذين قيل عنهم أنهم خلقوا قبل آدم، والله لم يعجبهم أن يرفع العلم المغربي في الملعب، ولم يعجبهم أن يهدي الإيفواريون هذا النصر إلى المملكة المغربية والشعب المغربي وإلى المنتخب المغربي وإلى اللاعبين المغاربة وإلى المؤثرين المغاربة. والله كأني بإبليس، والله كأني أرى إبليس يتجهم حينما يرى إنسانا فرحا دون أن يعصى الله، فرحا دون معصية. هؤلاء القوم والله أستغرب لهم ولوقاحتهم وحقارتهم، وهم متألمون كما يقول بعضهم المغرب فاز بالديديكاس. المهم أن هناك ديديكاس، ديديكاس يعني الإهداء بالعربية، أن يهدي إليك الإنسان نصرا، فهذا شيء جميل. كثير من اللاعبين والرياضيين والمتنافسين حينما يفوز يقول أهدي هذا النصر إلى أمي أو إلى أبي أو إلى زوجتي أو إلى أبنائي أو إلى صديقي أو إلى رئيس الدولة أو إلى الملك أو إلى الشعب، فهذا شيء جميل. الديديكاس أو الإهداء ليس عيبا أيها النجس، الإهداء وأن تشرك الآخر في فرحك ليس عيبا، هو قمة الإنسانية وقمة ماذا أقول، هو قمة أن تكون إنسانا، أن تكون إنسانا استثنائيا، أن لا تقول أن هذا النصر هو لي، هذا النصر أنا الذي صنعته، لا، تقول أنا أهدي هذا النصر إلى فلان أو فلان لأشركه في نصري وفي فرحي. هذه الأشياء لا تعرفونها لأنكم لم تعيشوها، لأنكم تربيتم على منطق شوك لافريك وخلقوا قبل آدم ونحن أحسن الناس، أنتم لا تنظرون إلى الناس بمحبة. والله سبحانه وتعالى يجزيكم على ما أنتم فيه وعلى نياتكم ترزقون. الشعب الإيفواري والحكومة الإيفوارية والدولة الإيفوارية والإنسان الإيفواري واللاعبون الإيفواريون شعوب أصيلة، شعوب أصيلة، شعوب تتحرك بإنسانيتها وبسجيتها وبأخلاقها، ويقولون نهدي هذا النصر وهذا الكأس للمغاربة، شيء لم يسبقهم أحد إليه. والشعوب الاستثنائية هي التي تصنع الاستثناء، كما كان يفعل الأردنيون بالأمس، كنا نسمعهم في الشوارع وهم يقولون يرحم دين المغرب اللي جابتك يا عموتة، رب الله يجازي المغرب الذي جابك يا عموتة، يفرحون ويشركون المغاربة في فرحهم، مع أن المدرب مغربي، كل ما فعله هو أنه جمع مجموعة من الشباب الذين يمارسون كرة القدم وهم لاعبون يحبون وطنهم، وذهب بهم إلى كأس آسيا وهم الذين لعبوا في الملعب، ولكنه هناك شيء سحري بين الرجل وبينهم جعلهم يصلون إلى هذا المستوى. هؤلاء الأردنيون الشعب المحترم الذي كان بالأمس ينتقد عموتة ويرفضه ويقول يجب أن يرحل، ولكن ما بمنتهى الأدب، ولا أحد من الأردنيين أساء إليه قبل وبعد، حتى حينما كانوا ينتقدونه لم يكن يسبوه أو تطيحوا لي كما يفعل الهوكيو، لا، لا نريده مستوى ضعيف، ولكن حينما انتصر خرجوا يعتذرون، الشعوب المحترمة تعتذر وتشكر عموتة. هذا هو الفرق بين الناس وبينكم، والله إنكم لا تشبهون الناس، فعلا خلقتم قبل آدم، خلقتم قبل آدم مشفوفا، أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا
لأعلام أخرى من أشقائه دول العرب ودول إفريقيا. فسير شبيه العزيز على بركة الله، تكلأك عنايته وتحفك بك رعايته.